السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتكم سيمبلي فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل بقى الجزء الخاص بآخر سي سي بي عندنا، وهي مرحلة الإكس راي رقم 2 عامة. يعني الإكس راي عامة أو الأشعة، يعني الجهاز بتاع الأشعة السينية، ده شيء مهم جدا في عملية التأكد من خلو المنتج بتاعي من أي مخاطر فيزيائية. فأنا عندي دلوقتي بقى أول حاجة في مرحلة التحقق من مرحلة الإكس راي أو الأشعة السينية أو جهاز الأشعة السينية، الفحص البصري للجهاز. يعني فحص البصري ده للجهاز، إن أنا شايف الجهاز على طول بنورمال أوبريشن أو بيشتغل شغله العادي جدا. بشوفه بقى طبعا مستمر قدامي، بس ممكن أسجله كل ساعة أو كل 3 ساعات على حسب الإجراء اللي أنا أعمله في الجزء الخاص بالإكس راي. الطريقة إن أنا بفحص الزجاجات المرفوضة، تمام، واللي هي بتترفض في منطقة خاصة معزولة اسمها منطقة العزل. يعني أي حاجة بتترفض من الجهاز تبقى ليها لازم مكان مخصص أو بوكس مخصص بقفل، تمام. والمنتج اللي بيطلع ده مطرود، لازم أبص عليه أشوف هو مطرود ليه. في سجلات طبعا لازم تكون في سجلات رفض وسجلات متابعة للإكس راي اكويبمنت. وكمان في نفس الوقت، ان انا لو خدت الشغل اللي طالع منه وحطيته في منطقة معينة بسميها الاون هولد اريا او منطقة التحفظ او منطقة الحجز، يعني المنطقة دي كلها بتبقى مقفولة بقفل، بيبقى فيها فولو اب ريكورد ليها. هنبقى نشرح ان شاء الله منطقة الاون هولد عامة بإذنك يا رب في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، ومن المسؤولية بتاعت مسؤولية عامل الانتاج كل ساعة او مفتش الجودة كل 3 ساعات. ايه تاني في الفيريفيكيشن او التحقق من عملية مرور المنتج بتاعي على جهاز الأشعة السينية؟ إن أنا بتأكد من سجلات الصيانة الخاصة بالمعدات. إحنا خلاص فهمنا إن الصيانة مهمة جدا، سواء بقى التعليمات اللي هي الشركة المصنعة الأم أو مسميها الـ OEM أو اللي هي الأوريجينال إيكويبمنت مانوفاكتشرر، والتوصيات بتاعتها أنا بعمل صيانة معدة مثلا كل شهر، كل شهرين، كل 6 شهور، كل سنة، تمام. في نفس الوقت بتأكد برضو في صيانة داخلية وصيانة خارجية. صيانة داخلية الفريق بتاعي هو اللي بيعملها بتاع المصنع، والصيانة الخارجية المصنع هو اللي بيعملها. مرات المصنع بيبقى مشترط في العقد إن محدش، زي البلدي كده عندنا في مصر بيقول محدش يمد إيده في الجهاز، هما اللي هيجوا يصينوا، هما اللي هيجوا يعملوا كل حاجة، تمام. في نفس الوقت برضو لازم السجلات بتاعتي تكون سجلات الصيانة وسجلات المعايرة والشهادات بتاعت المعايرة والصيانة لو في أي حاجة خارجية، زائد بقى لو في حاجة داخلية لازم يكون عندي جدول الصيانات الوقائية والتواريخ بتاعت التنفيذ بتاعها. المسؤولية بتاعت مين بتبقى؟ مسؤولية مشرف الصيانة ومدير الصيانة والشركة بتاعت المعايرة الخارجية، والشركة دي لازم تكون شركة معتمدة ومصرح بيها إن هي تعاير الأجهزة دي، وغالبا بتبقى الشركة المصنعة يعني هي اللي بتيجي تعايره. يعني طبعا من ضمن برضو الفيريكيشن مهم جدا الأودتس اللي بتيجي والمراجعات. زي ما قلنا قبل كده كتير موضوع المراجعة، عندنا الانترنال اوديت تيم، لازم يكون الانترنال اوديت تيم ده واخد شهادات ومتدرب واخد تدريب، فيا اما يكون تدريب داخل، يا اما يكون مراجع داخلي او مراجع خارجي. المدققون يعني او المراجعين دول لازم يكونوا متدربين، والهيئات اللي تكون بتعمل اوديت عليك او بتعمل مراجعة عليك لازم تكون هيئات معتمدة. الاوديت او التفتيش اللي بيجيلك ده عبارة عن مقابلات مع الناس، سؤال وجواب، وبتبقى برضو مراجعة السجلات ان هم يشوفوا السجلات وسجلات المتابعة وكده، وفي نفس الوقت ان هم بياخدوا زي لف كده في المصنع او تور، وبيدونوا الملاحظات بتاعتهم الميدانية، ايه المستندات المهمة جدا، التقارير عامة مهمة جدا اللي هو تقارير التفتيش والمراجعة، واخر حاجة خالص مين اللي مسؤول عن المتابعة بتاعت الحكاية دي، هو فريق التفتيش الداخلي او المراجعة الداخلية. عندنا كمان جزء خاص بالمراجعة بقى بتاعت السجلات. مراجعة السجلات عامة بتبقى مهمة جدا، سواء انا بشوفها بانتظام يومي او اسبوعي او شهري، او في نفس الوقت ان انا بشوفها من عن طريق كل الفولو اب دوكيمنتس اللي بعملها، ممكن اعملها يومي، ممكن اعملها اسبوعي، ممكن شهري، عن طريق مدير الجودة. فده شيء مهم جدا، فاي سجلات فحص بتبقى لازم احتفظ بيها، وبتبقى مسؤولية مدير الجودة وفريق
سلامة الغذاء. آخر حاجة عندنا في الفيريفيكيشن زي أي ماشين، ودي مهمة جدا جدا، موضوع المعايرة الخاصة بالأجهزة الأشعة السينية. المعايرة دي بتكون عن طريق الشركة المصنعة أو شركة خاصة بالمعايرة، والمعايرة دي بنعملها إحنا، ممكن نتدرب عليها في معايرات عادية، إن إحنا بنجيب إحنا عبوات ونحط فيها إحنا بإيدينا، بس العبوات دي بتكون متعرفة ومتعلمة، بنحط فيها المنتجات أو بنحط فيها أجسام غريبة، وبنتأكد إن الجهاز بيرفض هذه العينات، وبنسميه اختبار التحدي يعني، أو المعايرة اليومية. بس نخلي بالنا إن الجهاز الأشعة السينية آخر معلومات يعني إن هو يعني ما بيعرفش إن هو يكتشف الخشب وكده، تمام؟ والسجلات الخاصة بالمعايرة مهمة جدا عندنا، وبتبقى مسؤولية مفتش الجودة أو الشركة الخاصة بالجودة، تمام؟ فإحنا كده نعتبر خلصنا جزء مهم جدا الخاص بالسي سي بي التانية عندنا، اللي هو جهاز الأشعة السينية ومرحلة الفيريفيكيشن أو التحقق من التحقق من العملية نفسها، من عملية مرور الأجهزة على الأشعة السينية. استنوني الفيديو الجاي إن شاء الله، هنشوف موضوع الفاليديشن أو التحقق من فاعلية بقى موضوع الأشعة السينية، وأهميته من وجوده من عدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.